إذن الأعمال الرئيسية بعد 1977 وخاصة كتابه كتاب ماكنتاير بعت الفضيل، الذي يطبق فيه منهجية على العديد من نفس القضايا التي يتم تناولها في المحاضرات السابقة، لكنها تفسر تاريخ الأخلاق وفشل الفلسفة الأخلاقية الحديثة في المصطلحات الأرسطية. بالنسبة لأرسطو، حسب ماكنتاير، الفلسفة الأخلاقية هي دراسة للتفكير العملي، وأن الامتيازات أو الفضائل التي أوصى بها أرسطو في أخلاق إلى نيقوماخوس هي الامتيازات الفكرية والأخلاقية التي تجعل الفعل الأخلاقي فعالا كعقل عملي مستقل، وتنتقد بالتالي الفردية الليبرالية الحديثة والحتمية العلمية للفصل التفكير العملي عن الأخلاق والحياة السياسية، وتقترح بدلا من ذلك العودة إلى الأخلاق والسياسة الأرسطية، وتقدم مجموعة من الحجج تبدأ حول هذه الأطروحة. تبدأ الحجة النقدية يعني التي تصف النصف الأول من الكتاب، كتاب ما بعد الفضيلة، بدراسة حالة الراهنة للخطاب الأخلاقي والسياسي العلماني. يجد ماكنتاير أن الأطراف المتنازعة تدافع عن قراراتها من خلال اللجوء إلى المبادئ الأخلاقية المجردة، لكنه يجد نداءاتها انتقائية وغير متسقة وغير متماسكة. ويرى ماكنتاير أيضا أن الأطراف المتنازعة لا تهتم كثيرا بالتبرير العقلاني للمبادئ التي تستخدم. أصبحت لغة الفلسفة الأخلاقية نوع من الخطاب الأخلاقي لاستخدامها للتلاعب بالآخرين للدفاع عن الاختيارات التعسفية للمستخدمين. فما قاله ستيفنسون بشكل خاطئ عن معنى الأحكام الأخلاقية أصبح صحيحا فيما يتعلق باستخدام الأحكام الأخلاقية. يعيد ماكنتاير تفسير العاطفة ونظرية المعنى الخاطئة لستيفنسون على أنها نظرية مقنعة للاستخدام، ويطلق على الثقافة التي تستخدم الخطاب الأخلاقي بشكل عملي وتوفيقي ثقافة المشاعر. يتتبع ماكنتاير نسبة ثقافة العاطفة إلى ثقافات البروتستانتية العلمانية في شمال أوروبا. لقد تخلت هذه الثقافات عن أي صلة بين الغاية الطبيعية للفعل أو الرغبات الشخصية أو السعي وراء الخيرات والواجبات الأخلاقية للفعل نفسه، عندما تبنت الأخلاق الأمر الإلهي في اللاهوت الأخلاقي المسيحي في القرن 14 و15 و16. شارك الفلاسفة الأخلاقيون العلمانيون في القرنين 18 و19 في اتفاقيات قوية وواسعة النطاق حول محتوى الأخلاق، واعتقدوا أن فلسفتهم الأخلاقية يمكن أن تبرر مطالبهم الأخلاقية بعقلانية خالية من السلطة الدينية. هكذا حددت الفلسفة الأخلاقية الحديثة لنفسها هدفا غير متماسك، كان من أجل الدفاع عن كل من الاستقلالية الأخلاقية للفرد والموضوعية والضرورة والشخصية الفئوية للقواعد الأخلاقية. استعرض ماكنتاير أفضل الجهود لتحقيق أهداف الفلسفة الأخلاقية الحديثة، لكنه رفض كل منها باعتبارها خيالا أخلاقيا. نظرا لفشل الفلسفة الأخلاقية الحديثة، يلجأ ماكنتاير إلى بديل واضح، وهو الخبرة البراغماتية للمديرين المحترفين. يتوقع من المديرين اللجوء إلى الحقائق لاتخاذ قرارات على أساس موضوعي للفعالية، وتعتمد سلطتهم على القيام بذلك على معرفتهم بالعلوم الاجتماعية. يكشف فحص العلوم الاجتماعية مع ذلك أن العديد من الحقائق التي يلجأ إليها المديرين تعتمد على النظريات الاجتماعية التي تفتقر إلى المكانة العلمية، وبالتالي فإن توقعات ومطالب المديرين البيروقراطيين ليست أقل عرضة للتلاعب الإيديولوجي من قرارات الفلاسفة الأخلاقيين المحدثين، إذا تم الكشف عن الأخلاق الحديثة على أنها مسرح للأوهام. فيجب علينا رفضها، ويمكن أن يتخذ هذا الرفض شكلين، إما أن نتبع نيتش وندافع عن استقلالية الفرد ضد مطالب تعسفية للتفكير الأخلاقي التقليدي، أو نرفض كل من الاستقلالية الأخلاقية والتفكير الأخلاقي التقليدي التعسفي واتباع أرسطو والبحث في العقل العملي ودور التكوين الأخلاقي في إعداد الفعل الإنساني. تنجح كمفكر أو نجح كمفكر عملي مستقل.
تثير الحجة النقدية التي ذكرها ماكنتاير أسئلة جادة حول التبرير العقلاني للفلسفة الأخلاقية الحديثة، وتقترح أيضا تفسيرا للفشل العقلاني في الفلسفة الأخلاقية الحديثة، وتفصل الفلسفة الأخلاقية الحديثة التفكير العقلاني حول الواجبات والالتزامات عن التفكير العملي حول الغايات والتداول العملي حول الوسائل لتحقيق غايات المرء، وبذلك يفصل أو تفصل الأخلاق عن الممارسة. وتفصل، وهنا نعود إلى الفصل كانت التفكير الأخلاقي والعملي بشكل صريح في نقد العقل المحض وفي أسس ميتافيزيقا الأخلاق. يقارن ماكنتاير فصل الأخلاق عن الممارسة أو فصل التفكير الأخلاقي عن التفكير العملي في الفلسفة الأخلاقية الحديثة بفصل الأخلاق عن الممارسة يعني في المحرمات البولونيزية. ولقد طور حسب رأيه البولونيزيون التبريرات العملية لعاداتهم الأخلاقية الراسخة في الوقت الذي تواصلوا فيه لأول مرة مع المستكشفين الأوروبيين. لذلك عندما أخبروا هؤلاء الزوار أن بعض الممارسات ممنوعة لأن هذه الممارسات كانت من المحرمات، لم يتمكنوا من شرح سبب حظر هذه الممارسات أو ما تعنيه المحرمات على وجه التحديد. كما فقد العديد من الأوروبيين التبريرات العملية لمعاييرهم الأخلاقية مع اقترابهم من الحداثة. بالنسبة لهؤلاء الأوروبيون فإن الادعاء بأن ممارسة معينة غير أخلاقية والتذرع بحتمية كانت القاطعة، الواجب القطعي عند كانت والقيم الكونية عند كانت، أو مبدأ المنفعة عند ستوارت ميل لشرح سبب كون هذه الممارسات غير أخلاقية ليبدو أكثر ملائمة من جاذبية بولونيزيا للمحرمات. المقارنة بين الأخلاق الحديثة والمحرمات هي موضوع متكرر في العمل الأخلاقي لماكنتاير. يعتمد نقد ماكنتاير لفصل الأخلاق عن الممارسة أيضا على نقد العلوم الاجتماعية الحتمية. تتضمن الممارسة فعلا بشريا حرا ومتعمدا، وبينما الأخلاق يعني المنفصلة عن الممارسة تنظم السلوك البشري والخارجي فقط. علماء الاجتماع الحتميين لا سيما ستالينيون ولكن أيضا سلوكيون مثل كواين ينظرون إلى السلوكيات البشرية على أنها استجابات محددة لأنواع مختلفة من العوامل السببية، ويرفضون دراسة الأشياء التي يفعلها الناس من حيث المقاصد والأغراض وأسباب الفعل. هنا ربما بدل من ذلك سعى علماء الاجتماع الحتميون إلى تعميمات شبيهة بالقوانين حول ارتباط هذه الأسباب بأثارها السلوكية والتي من شأنها أن تمكنهم من التنبؤ بالسلوك البشري وتحقيق الفهم العملي لعمل الإدارة التنظيمية. الحجة البناءة يعني الثانية في النصف الثاني من الكتاب يعني بعد الفضيلة، يستكشف ماكنتاير التقليد الأخلاقي الذي يفحص الحكم البشري والضعف البشري والتمييز في الفعل في العمل البشري. تبدأ الحجة البناءة للنصف الثاني من الكتاب بالحسابات التقليدية عن الامتيازات أو فضائل التفكير العملي والعقلانية العملية بدلا من فضائل التفكير الأخلاقي أو الأخلاق. تعرف هذه الرواية التقليدية الفضيلة على أنها يعني أصل أو توقف على أنها امتياز، على أنها وتصف درجة طبعا امتياز، وتصف جميع التعريفات المقدمة في النصف الثاني من ما بعد الكتاب ما بعد الفضيلة. امتياز الفعل البشري الذي يحكم جيدا ويعمل بفعالية في السعي لتحقيق الغايات المرجوة. يغرب الماكنتاير هذه التعريفات ثم يعطي تعريفها الخاص للفضيلة على أن امتياز في الفاعلية البشرية من حيث الممارسات والحياة البشرية الكاملة. في الجملة الأكثر اقتباسا من كتابه بعد الفضيلة، يعرف ماكنتاير الممارسة بأنها نشاط اجتماعي معقد يمكن المشاركين من اكتساب خيارات داخلية للممارسة. يحقق المشاركون التميز أو الامتياز في الممارسات باكتساب الخيارات الداخلية. عندما يحقق المشاركون التميز فإن التفاهمات الاجتماعية للتميز في الممارسة وخيارات الممارسة وإمكانية تحقيق التميز في الممارسة يتم توسيعها بشكل منهجي. تقدم الممارسات مثل الشطرنج أو التب أو الهندسة المعمارية أو
أو الهندسة الميكانيكية أو كرة القدم أو السياسة لممارسيها مجموعة متنوعة من الخيارات الداخلية والخارجية لهذه الممارسات. تشمل الخيارات الداخلية للممارسات أشكال من الفهم أو القدرات البدنية التي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال السعي للتمييز في الممارسة المرتبطة. تشمل الخيارات الخارجية للممارسات الثروة والشهرة والهيبة والسلطة. هناك طرق عديدة للحصول على هذه الخيارات الخارجية، يمكن كسبها أو شرائها إما بصدق أو من خلال الخداع، وبالتالي فإن السعي وراء هذه الخيارات الخارجية قد يتعارض مع السعي وراء الخيارات الداخلية للممارسات. يوضح ماكنتاير الصراع بين ملاحظات الخيارات الداخلية والخيارات الخارجية. في مثل طفل يلعب الشطرنج، يمنح الطفل الذكي فرصة الفوز بالحلوى من خلال تعلم لعبة الشطرنج. طالما أن الطفل يلعب الشطرنج فقط للفوز بالحلوى، فلديه كل الأسباب للغش. إذا كان من خلال القيام بذلك يمكنه ربح المزيد من الحلوى، ومع ذلك إذا بدأ الطفل في الرغبة والسعي وراء الأشياء الداخلية للشطرنج، فإن الغش يصبح غير منطقي، لأنه من المستحيل الحصول على الخيارات الداخلية للشطرنج أو أي ممارسة أخرى إلا من خلال السعي الصادق للتميز. قد تظل الخيارات الخارجة عن الممارسات مغرية للممارس. يتم دعم الممارسات من قبل مؤسسات مثل أندية الشطرنج والمستشفيات والجامعات والشركات الصناعية والبطولات الرياضية والمنظمات الإنسانية. تتعارض الممارسات مع هذه المؤسسات لأن هذه المؤسسات تميل لأن تكون موجهة نحو خيارات خارجة عن الممارسات. قد تقدر الجامعات والمستشفيات والجمعيات العلمية المكانة والربحية أو العلاقات مع مجموعة المصالح السياسية فوق التميز في الممارسات التي يقال إنها تدعمها. قد تهدد الرغبات الشخصية والضغوط المؤسساتية لمتابعة الخيارات الخارجية بعرقلة مساعي الممارسين للخيارات الداخلية للممارسات. يعرف ماكنتاير الفضيلة إذن في البداية على أنها صفة الشخصية التي تمكن الفاعل من التغلب على هذه الإغراءات. الفضيلة هي صفة بشرية مكتسبة يميل امتلاكها وممارستها لتمكيننا من تحقيق تلك الخيارات الداخلية للممارسات، ونقصها يمنعنا بشكل فعال من تحقيق أي من هذه السلع. هذا الكلام ذكره ماكنتاير في كتابه بعض الفضيلة، صفحة نسخته الأولى نسخة 91 باللغة الإنجليزية، صفحة 191، المنشور قلنا سنة 1981. يرى ماكنتاير أن تعريف المستوى الأول هذا غير كافي لوصف عامل بشري ممتاز. لا يكفي أن تكون ملاحا أو طبيبا أو بانيا ممتازا. العامل البشري الممتاز يعيش حياة ممتازة. لا يمكن اختزال التميز كعامل بشري في التميز في ممارسة معينة. لذلك يضيف ماكنتاير مستوى ثاني لتعريفه للفضيلة. لذلك يجب فهم الفضائل على أنها تلك التصرفات التي لن تدعم الممارسات وتمكننا من تحقيق الخيارات الداخلية للممارسات فحسب، بل ستدعمنا أيضا في النوع ذي السيلة من البحث عن الخير من خلال تمكيننا من التغلب على الأضرار والأخطار والإغراءات والمشتتات التي تواجهنا والتي تزودنا بمعرفة ذاتية متزايدة ومعرفة مضاعفة عن الخير. يمتلك الفاعل البشري الممتاز الصفات الأخلاقية للبحث عن الخير والأفضل سواء في الممارسات أو في الحياة ككل. ومع ذلك لا يزال تعريف المستوى الثاني غير كافي، لأنه لا يأخذ في الاعتبار استجابة الفرد لحياة وإرث مجتمعه أو جماعته. يرفض ماكنتاير الفردية ويصر على أننا ننظر إلى البشر كأعضاء في مجتمعات يتحملون ديونا ومسؤوليات محددة بسبب هوياتنا الاجتماعية. تشمل المسؤوليات التي قد يرثها المرء كعضو في المجتمع ديونا لأسلافه لا يمكن المرء سدادها إلا للناس في الحاضر والمستقبل. يقر ماكنتاير بأن الفردية المعاصرة تصر على أن الذات منفصلة عن أدوارها الاجتماعية والتاريخية وأوضاعها.
لكنه يوضح وجه نظر المقابلة مع ثلاث مجتمعات قومية يستمر فيها المواطنون المعاصرون في تحمل ديونهم. ظل استعباد وقمع الأمريكيون السود واستعباد إيرلندا والإباد الجماعي اليهود في أوروبا ذات صلة وثيقة بمسؤوليات مواطني الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا في عام 1981 كما هو الحال حتى اليوم. وهكذا فإن الأمريكي الذي قال إنني لم أمتلك أي عبد، الرجل الإنجليزي والذي قال لم أرتكب أي خطأ في إيرلندا، أو الشاب الألماني الذي يعتقد أن ولادته بعد عام 1945 يعني أن ما فعله النازيون باليهود لا يوجد صلة أخلاقية بعلاقته بمعاصري اليهود، يعني تظهر جميعها نوع من الفشل الفكري والأخلاقي. لقد ولدت مع ماضي وعزل نفسي عن ذلك الماضي في الوضع الفردي هو تشويه لعلاقتي الحالية بمجتمعي. بالنسبة لماكنتاير لا توجد هوية أخلاقية للفرد المجرد، يجب على الذات أن تجد هويتها الأخلاقية في ومن خلال عضويتها في مجتمعات. وبما أن ماكنتاير يجد الهوية الاجتماعية ضرورية للفرد، فإن تعريف ماكنتاير للتميز أو فضيلة الفاعل البشري تحتاج أو يحتاج إلى بعد اجتماعي. تجد الفضائل وجهة نظرها وهدفها ليس فقط في الحفاظ على تلك العلاقات ضرورية، إذا كان يجب تحقيق مجموعة متنوعة من الخيارات الداخلية للممارسات، وليس فقط في الحفاظ على شكل الحياة الفردية التي قد يسعى فيها هذا الفرد إلى مصلحته أو خيره من حياته أو حياته ككل، ولكن أيضا في الحفاظ على تلك التقاليد التي توفر كل من الممارسات والحياة الفردية مع سياقها التاريخي الضروري. يكمل هذا المستوى الاجتماعي الثالث وصف ماكنتاير لتميز الفاعل البشري. هنا نأتي إلى النقد الأرسطي للأخلاق والسياسة الحديثة. تتناقض الفصول المتبقية من ما بعد الفضيلة كتاب ماكنتاير مع مفهومه الأرسطي للفضائل باعتبارها امتيازا للشخصية من المفاهيم الحديثة للفضيلة باعتبارها صفة الشخص الذي يتبع القواعد الأخلاقية. توضح هذه الفصول أيضا بعض الآثار العملية لمشروع ماكنتاير الأرسطي للأخلاق والسياسة المعاصرة، يجعل فقدان علم الغائية الأخلاق تبدو اعتباطية. وهذا الكلام يذكره ماكنتاير في كتابه بعد الفضيلة نسخة 1981 بالإنجليزية صفحة 236، ويفصل العقل الأخلاقي عن التفكير العملي والسياسي، ويزيل فكرة ما يستحقه المرء من المفاهيم الحديثة للعدالة. يخلص ماكنتاير أو يخلص إلى أن السياسة المنهجية الحديثة تعبر في أشكالها المؤسساتية عن رفض منهجي للتقليد الأرسطي للفضائل، وبالتالي يجب رفضها من قبل أولئك الذين يلتزمون بتقليد الفضائل. بعبارة أخرى، فإن أولئك الذين يتعاملون مع الفلسفة الأخلاقية والسياسية من حيث تطوير الفاعل البشري وتقدم التفكير العملي في سياق حياة المجتمع لا يمكنهم أن ينجحوا في مهمتهم إذا قاموا بالتنازل عن عملهم من خلال إلزام أنفسهم أهداف وأساليب ولغة تعسفية للسياسة الحديثة. في نهاية حجة كتابه ما بعد الفضيلة يعود ماكنتاير إلى الإنذار النهائي للفصل العاشر نيتشه، وخاصة المعنون نيتشه أو أرسطو، حيث قصد نيتشه عمله كنقد للأخلاق الحديثة. أصبح نيتشه في الواقع التجسيد النهائي للعزلة الأخلاقية والتعسف الفردانية الليبرالية الحديثة. يظل هذا الخطأ غير مرئي من وجهة نظر الحديثة، ولكن عند النظر إليه من منظور التقليد الأرسطي للفضائل فإنه واضح تماما للقوانين والفضائل لا يمكن اكتشافها إلا من خلال الدخول في تلك العلاقات التي تشكل المجتمعات التي يكون رابطها المركزي هو رؤية وفهم مشترك للخيرات. أي أمل في التحول وتجديد المجتمع يعتمد على تنمية وصيانة هذه المجتمعات. لا يمكن فرض الثورة على الرغم من أنه يمكن تربيتها. أن ننتظر آخر مختلف تماما بلا شك هو انتظار الشخص الذي يمكنه توحيد المجتمعات التي تشجع تنشئة الأخلاقية على الحكم والعمل. هنا في مستوى رابع يعني انتقاد، يعني هناك تم توجيه بعض الانتقادات للحجج التي قدمها ماكنتاير.
إن منهج ماكنتاير الأرسطي للأخلاق كدراسة للفعل البشري يميز عن فلاسفة ما بعد كانت الأخلاقيين الذين يتعاملون مع الأخلاق كوسيلة لتحديد متطلبات الأخلاق الموضوعية وغير الشخصية والكونية. يمكن وصف هذا المنهج الحديث بأنه نظرية المعرفة الأخلاقية. تتظاهر الفلسفة الأخلاقية الحديثة بتحويل الفرد ليقرر لنفسه ما يجب عليه أو فعله في موقف معين بغض النظر عن رغبته أو احتياجاته، ويتظاهر بإعطاء المعرفة بالقوانين الأخلاقية الكونية. يرفض ماكنتاير النظريات الأخلاقية الحديثة باعتبارها أقنعة خادعة ووهم ذاتي للأخلاق التقليدية والتدخلات التعسفية ضد التقاليد. بالنسبة لماكنتاير فإن حرية تقرير المصير هي حرية التعرف على خير المرء ومتابعته، وتحرر الفلسفة الأخلاقية الفاعل جزئيا من خلال مساعدة الفاعل البشري على الرغبة فيما هو جيد وأفضل واختيار الأفضل والأحسن. تميز أخلاق الفعل البشري لماكنتاير أيضا عمله يعني التيما والتوما نسبة إلى توماس الأكويني. اللاحق عن جهود بعض التوماويين الجدد في القرن العشرين لصياغة نظرية المعرفة الأخلاقية من ميتافيزيقا توما الإكويني والحق الطبيعي، يعني يجال الكتابة ما بعد الفضيلة بأن الأخلاق الأرسطية للفضيلة قد تظل ممكنة دون اللجوء إلى ميتافيزيقا أرسطو عن الطبيعة. لا يزال هذا الإدعاء مثير للجدل لسببين مختلفين، لكنهما مترابطان ارتباطا وثيقا. فالعديد من أولئك الذين رفضوا لجوء ماكنتاير إلى أرسطو يعرفون الفضيلة أساسا على أسس أخلاقية كطاعة القانون أو الالتزام بنوع من الأعراف الطبيعية. بالنسبة لهؤلاء النقاد تبدو كلمة فاضل مرادفة لصحيح أخلاقيا. تنبع مقاومتهم لجاذبية ماكنتاير للفضيلة من الصعوبات التي يواجهونها، إما فيما يتعلق بما يعتبرونه أوجه قصور بتفسير ماكنتاير للساحة الأخلاقية أو مع مفهوم الصواب الأخلاقي تماما. وهكذا ترفض مجموعة واحدة من النقاد الأرسطية لماكنتاير لأنهم يعتقدون أن أي تفسير أرسطي للفضائل يجب أن يفسر أولا حقيقة الفضيلة من حيث فلسفة أرسطو عن الطبيعة، وبالتالي رفضها ماكنتاير في كتابه ما بعد الفضيلة باعتبارها بيولوجيا ميتافيزيقية. ورفض الميتافيزيقا الأرسطية ولا سيما التيماويون الذين عرفوا فضيلة من حيث هي كمال الطبيعة. حجة ماكنتاير بأن التفسير الأرسطي للفضيلة على أنها امتياز في التفكير العملي والفعل البشري لا يحتاج إلى مناشدة الميتافيزيقا الأرسطية. رفضت مجموعة أخرى من النقاد فيما يتعلق الماديين مثلا محاولة ماكنتاير استعادة الرواية الأرسطية للفضائل، لأنهم أخذوا تلك الفضائل على افتراض أنها عقيدة ميتافيزيقية للطبيعة لا يمكن الدفاع عنها. انبثقت الغائية للعمل البشري من أساس ميتافيزيقي في طبيعة الإنسان. ومع ذلك فإن ماكنتاير لديه النقاط الرئيسية لإتقاه وسياساته في العمل البشري وظلت كما هي. ويواصل ماكنتاير الجدل تجاه تفسير أرسطي للتفكير العملي من خلال التحقيق في الممارسة براكسس، على الرغم من أنه قبل الميتافيزيقا التوماوية قبلها وتبناها، إلا أنه نادرا ما يجادل في المقدمات الميتافيزيقية. وعندما تم الضغط عليه لشرح الأسس الميتافيزيقية للإيتيقا التي يبشر بها، اعترض وواصل ماكنتاير الجدال في تجربة التفكير العملي ومتطلبات التربية الأخلاقية. وواصل عمل ماكنتاير يعني في كتابه مهام الفلسفة والأخلاق والسياسة والله والفلسفة والجامع تجسيد المنهج الفينومينولوجي للتعليم الأخلاقي الذي اتخذه في كتاب بعد الفضيلة. وقد دافع العلماء المعاصرون عن أرسطو هنا ماكنتاير غير التقليدي من خلال تحدي الأعراف التي تقول بأن ماكنتاير ينتهك يعني درس كريستوفر ستيفن لوتس بعض الأسباب رفض علم الأحياء الميتافيزيقا لأرسطو، وقيم مدى توافق فلسفة ماكنتاير مع فلسفة توما الإكويني في التقليد في الأخلاق في الإيتيقا.
هنا ماكنتاير اتخذ ك الناقد كالفن نايت منهجا أوسع في الفلسفة الأرسطية اعتبره، وخاصة لقد درس نايت أخلاقيات وسياسيات الفعل البشري الموجودة في أرسطو، وتتبع تطور ذلك المشروع من خلال الفكر في العصور الوسطى والحديثة إلى أن وصل إلى ماكنتاير. وميز نايت هذا الشارح بين إيتيق أرسطو للفعل البشري وبين ما وراء الطبيعة، ووضح كيف يمكن لماكنتاير استعادة إيتيق أرسطو للفعل البشري دون الدفاع عن تفسير أرسطو الميتافيزيقي للطبيعة. ننتقل الآن إلى كتابين عن يعني آخران مهمين جدا، واعتبران من الكتابات الأساسية لماكنتاير، هما عن العقلانية. بالنسبة لماكنتاير تشمل العقلانية على جميع الموارد الفكرية الرسمية منها والموضوعية التي تستخدمها للحكم على الحقيقة والخطأ في القضايا، ولتحديد جدارة الاختيار في مسارات العمل. العقلانية بهذا المعنى ليست كونية، إنها تختلف من مجتمع إلى آخر ومن شخص إلى آخر، وقد تتطور وتتراجع على مدار حياة الشخص أو تاريخ المجتمع. يصف ماكنتاير هذه الخاصية النسبية ثقافيا وحتى الذاتية للعقلانية في يعني فصل الأول من كتابه. لذا فإن العقلانية نفسها سواء كانت نظرية أو عملية هي مفهوم له تاريخ في الواقع، بما أن هناك أيضا مجموعة متنوعة من تقاليد البحث مع التاريخ هناك، لذلك سوف تنضج عقلانية بدل من العقلانية تماما كما ستفعل. أيضا هناك قضاة بدلا من العدالة، وهذا الكلام يذكره في إذن العقلانية هي مجموعة من النظريات والمعتقدات والمبادئ والحقائق التي يستخدمها الإنسان للحكم على العالم. وعقلانية الشخص هي إلى حد كبير نتاج تعليم ذلك الشخص وتكوينه الأخلاقي إلى الحد الذي يقبل فيه الشخص ما يتم تناقله من التقاليد الأخلاقية والفكرية المجتمعية أو المجتمع الذي تعلم فيه الحكم على الحقيقة والخطأ والخير والشر. فإن العقلانية ذلك الشخص مكونة من التقاليد، توفر العقلانية التي يشكلها التقليد المخطط الذي من خلاله نفسر العالم الذي نعيش فيه ونفهمه ونحكم عليه. تعتمد المعقولية الواضحة للتفسيرات الأسطورية والمذاهب الدينية والنظريات العلمية والمطالب المتضاربة للقواعد الأخلاقية في العالم على التقاليد، تشكل عقلانية أولئك الذين يحكمون عليهم. لهذا السبب جهد يعني الكثير من النقاد ماكنتاير بأن العقلانية التي تشكلها التقاليد تستلزم النسبية المطلقة في الفلسفة. إن المشكلة الواضحة للنسبية في نظرية ماكنتاير العقلانية تشبه إلى حد كبير النسبية في فلسفة العلم. تتطور الإدعاءات العلمية ضمن أطر نظرية أكبر، يجب أن تعتمد الحقيقة الواضحة للإدعاء العلمي على حكم الفرد على الإطار الأكبر. لذلك يبدو أن حل مشكلة النسبية يتوقف على إمكانية الحكم على الأطر العقلانية، أو الحكم على الأطر العقلانية موقف لا يفترض مسبقا حقيقة الإطار أو العقلانية. ولكن لا توجد نظرية كهذه ممكنة بشريا، ومع ذلك يرى ماكنتاير أن العالم نفسه يوفر معيار لاختبار العقلانيات، ووجد أنه لا يوجد معيار باستثناء العالم نفسه يمكن أن يكون مقياسا لحقيقة أي نظرية فلسفية. لذا يوازن ماكنتاير بين نسبية العقلانية وموضوعية العالم الذي نتحرى عنه، كما وجد عند بوبر ولاكاتوس في فلسفة العلم سندات أو دعائم، لأن التجربة عندهم ما يمكن أن تزيف النظرية وتحرر الناس من السلطة الواضحة للعقلانيات التقليدية. ويرى ماكنتاير أن عقلانية الأفراد ليست فقط من صنع التقاليد، بل هي أيضا تقليد مؤسساتي، حيث يقدم الأفراد مساهماتهم الخاصة لعقلانياتهم الخاصة ولعقلانية مجتمعاتهم. العقلانية إذن ليست ثابتة سواء في تاريخ المجتمع أو في حياة الأشخاص، يمكن أن تحدث أحداث غير قابلة للتفسير تكشف عن أوجه القصور في الموارد العقلانية للشخص، مثل البيانات
التي تعزز الثورات العلمية. في كتاب توماس كون للثورات العلمية، أو تتطلب تغييرات في برامج البحث، في منهجية برامج البحث لإمري لاكاتوس. إن المشاكل التي تكشفها البيانات أو الصراعات مع التقاليد الأخرى أو المجتمعات الأخرى أو الأشخاص الآخرين قد تثبت أنها غير قابلة للحل بشكل عقلاني، وفي ظل القيود الذي يضعها تقليد معين على العقلانية. تتطلب مثل هذه الأحداث عند التعرف عليها بشكل كامل حلولا إبداعية. قد يحدث أن يكتشف شخص أو مجموعة ما يبدو أنه استجابة أكثر ملائمة لتلك المشاكل، إلى الحد الذي يتم فيه تبني هذه الحلول الجديدة من قبل الآخرين وتمريرها للأجيال اللاحقة. تصبح عقلانية أولئك المسؤولين عن المنهج الجديد تقليدا مؤسساتيا. إن احتمالية أن التجربة قد تزيف النظرية، هنا يميز ماكنتاير العقلانية المكونة للتقاليد والعقلانية التقليدية عن أشكال النسبية التي تجعل العقلانية معتمدة كليا على التقاليد أو ذاتية تماما. ومع ذلك يبتكر ماكنتاير أن مثل هذا التزوير شائع، ويظهر لنا التاريخ أن الأفراد والمجتمعات وحتى الدول بأكملها قد تلتزم أو تلزم نفسها بشكل عسكري وعلى مدى فترات طويلة من تاريخها بالعقائد التي يعتبرها خصومها الإيديولوجيين غير عقلانية. هذه النسبية المؤهلة للمظاهر لها آثار مزعجة لأي شخص يعتقد أن البحث الفلسفي يمكن أن يوفر بسهولة معرفة معينة عن العالم. وفقا لماكنتاير فإن النظريات تحكم الطرق التي نفسر بها العالم، ولا توجد نظرية أكثر من أفضل المعايير حتى الآن. تظل نظريتنا دائما مفتوحة للتحسين، تطوير، تجويد. وعندما تتغير نظريتنا فإن مظاهر عالمنا الحقائق الواضحة للإدعاءات التي يتم الحكم عليها ضمن تلك الأطر النظرية تتغير معها. والحقائق جميعها لها تاريخ، وكلها عرضة للتغيير للأفضل أو للأسوأ. تقدم فلسفة ماكنتاير تفنيدا حاسما حول المعرفة الحديثة، حتى مع إصرارها على أن الفلسفة هي بحث عن الحقيقة. إن فلسفة ماكنتاير مدينة لفلسفة العلوم التي تعترف بتاريخية البحث العلمي حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى فهم حقيقي للعالم. لا تقدم فلسفة ماكنتاير تأكيدا أوليا حول أي نظرية أو مبدأ، إنها تبحث في الطرق التي تدعم بها التفكير في التجربة، أو تتحدى أو تزيف النظريات التي بدت على أنها أفضل النظريات حتى الآن للأشخاص الذين قبلوها. حتى الآن يظل المستفسرون المثاليون حسب ماكنتاير هم يعني هاملت وليس إيمي. هنا الكتاب الذي تحدثنا عنه هو عدالة من وأية عقلانية. يقدم هنا ماكنتاير حجة الأكثر شمولا لنظريته عن العقلانية في هذا الكتاب، أي عدالة من وأي عقلانية، وهو كتاب مهم إضافة إلى كتاب بعد الفضيل، ويأتي في المرتبة الثانية في كتبه الأساسية. يلخص النقاط الرئيسية لنظريته في الفصول الأولى، ويتبع تقدم التقليد الغربي من خلال ثلاث تقاليد متميزة: هوميروس، أرسطو، توما الأكوينو، ثم أوغستين إلى توما الأكوينو، ومن أوغستين إلى كالفان إلى هيوم. تعمل هذه التقاليد على تعميق وتصحيح وتوسيع ادعاءات ونظريات الأسلاف. هنا يبحث كذلك بعد ذلك في الإنكار الليبرالي الحديث للتقاليد، والتحول الساخر للليبرالية إلى التقليد الرابع الذي يجب تناوله، ويستعرض فيه ادعاءات واستنتاجات متعلقة بالطبيعة المشكلة بالتقاليد والقوة التأسيسية للتقليد للعقلانية البشرية. ويكشف عن عواقب نظريته للصراعات بين التقاليد، ويوعد يعني ويقدم بعض الوعود، ويقول في هذا السياق: وعدت بكتاب يجب أن أحاول فيه أن أقول ما الذي يجعل من المنطق التصرف بطريقة ما بدلا من تصرف بطريقة أخرى، وما الذي يجعل من المنطق تطوير مفهوم واحد للعقلانية العملية والدفاع عنه، وليس البقاء عند يعني مفهوم واحد للعقلانية العملية. للوفاء بهذا الوعد افتتح ماكنتاير الكتاب
كتاب أي عدالة من وأي عقلانية. يعني يفتتح الكتاب بالقول إن التنوير صنعنا، وهو تنوير أعمى. مفهوم البحث العقلاني كما يتجسد في التقليد، وهو مفهوم تم بثق بموجبه معايير التبرير العقلاني نفسها من التاريخ وتشكل جزء منه. من وجهة نظر التحقيق البشري، لا يمكن لأي مجموعة أن تحل لنفسها سلطة توجيه أي شخص آخر نحو الخير. لا يمكننا النضال سويا إلا في مساعينا من أجل العدالة والحقيقة. وبالتالي فإن كل مجتمع يضع معاييره الخاصة للعدالة والعقلانية ويراجعها، يخلص ماكنتاير من هذا القول إلى أو في هذا القول إلى أنه لا العقل ولا العدالة كونيان. بما أن هناك تنوع في تقاليد البحث مع التاريخ، هناك لذا سيتضح عقلانية بدلا من العقلانية، تماما كما سيتبين أيضا أن هناك قضاة بالأحرى بدلا من العدالة. وهذه القولة مذكورة يعني في هذا الكتاب، يعني صفحة 9، وهي من أشهر يعني من أكثر القولات شهرة عند ماكنتاير. أعيدها لكم: بما أن هناك تنوعا في تقاليد البحث مع التاريخ، هناك لذلك سيتضح عقلانية بدلا من العقلانية، تماما كما سيتبين أيضا أن هناك قضاة بالأحرى من العدالة. إن الفرضية القائلة بأن العقلانية والقضاة تنشأ من تاريخ المجتمعات وتقاليدها تضع ماكنتاير على طرفي نقيض مع كل الفلسفة الحديثة، ولا سيما مع الإمبريالية غير المعترف بها لأي شكل من أشكال الميتا أخلاق التي من شأنها أن تقدم منتدى محايد لطرف ثالث للفصل الاختلافات العملية بين التقاليد الأخلاقية المتنافسة من خلال المعايير الخاصة للفردانية الليبرالية الحديثة. يبدو يعني أن أطروحة هذه الأطروحة تضع ماكنتاير على خلاف مع تقاليد أرسطو وتوما الإكويني، التقاليد التي يدعي قبولها والدفاع عنها، والتي تقدم ادعاءات لا لبس فيها حول الطبيعة الكونية والعقل الحقيقي والعدالة الموضوعية. لهذا الكتاب مهمتان، كتاب عدالة من وأي عقلاني، يعني مهمتان. من ناحية، المهمة الأولى يربط الكتاب تواريخ عقلانيات وقضاة معينين بطريقة تقوض المفاهيم الكونية المجردة للعقل والعدالة التي توفر أسس الفكر الأخلاقي والسياسي الحديث. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المهمة الثانية، يقدم الكتاب أدلة ظاهرة للعيان إن على أن أولئك الذين فكروا في طريقهم من خلال موضوعات العدالة والعقلانية العملية من وجهة النظر التي شيدها في هذا الاتجاه الذي أشار إليه أولا أرسطو ثم الإكويني، لديهم كل الأسباب على الأقل حتى الآن للاحتفاظ بعقلانية تقاليدهم تم تأكيدهم من خلال مواجهتها مع التقاليد الأخرى. باختصار، يقدم هذا الكتاب نقدا داخليا للحداثة بحجة أنها غير متماسكة وفقا لمعاييرها الخاصة، ويقدم تبريرا داخليا للنزعة التموية، معتبرا أن النزعة التموية مبررة منطقيا بالنسبة إلى تمويين، ومن خلال تمويين لهم مجموعة من المعايير. على عكس التوقعات الأولية، فإن نقد ماكنتاير التاريخي خاص للحداثة يتوافق مع تقليد التوماوي التاريخي. يعتقد ماكنتاير أن نقده التاريخي والخاص للحداثة يتوافق مع النزعة التوماوية بسبب الطريقة التي يفهم بها اكتساب المبادئ الأولى. يقارن ماكنتاير وصف توما الإكوين لاكتساب المبادئ الأولى بتلك الخاصية بديكارت وهوبز وهيوم وبنتام وكانت. يوضح ماكنتاير أنه وفقا لتوما الإكوين يصل الأفراد إلى المبادئ الأولى من خلال عمل بناء ديالكتيكي، بالنسبة لتوما الإكويني من خلال طرح الأسئلة وفصح فحص تجربة المرء. قد يصل المرء في النهاية إلى المبادئ الأولى والتي قد يطبقها بعد ذلك على فهم أسئلة الفرد وخبراته. على النقيض من ذلك، اقترح ديكارت وخلفائه جنبا إلى جنب مع بعض التومويون البارزين في 100 سنة الماضية أن الفلسفة تبدأ من معرفة بعض المجموعة من المبادئ الأولى الحقيقية بالضرورة التي تستطيع أي شخص عقلاني حقا القيام بها.
تقييمها على أنها صحيحة. وبالتالي بالنسبة للمحدثين تعتبر الفلسفة مسعى تقنيا وليس أخلاقيا، بينما بالنسبة إلى النزعة التموية التي تعتمد إذا كان بإمكان المرء التعرف على المبادئ الأولى أو التمكن من تطبيقها جزئيا على التطور الأخلاقي للفرد. يعني هذا التفسير الحديث للمبادئ أو المنهج للفلسفة يرفض التقاليد. المنهج الفردي الليبرالي الحديث معادي للتقاليد، إنه ينكر أن فهمنا مؤلف من التقاليد، وينكر أن الثقافات المختلفة قد تختلف في معاييرها الخاصة بالعقلانية والعدالة. هنا تتعارض وجهة نظر التقاليد مع يعني بالضرورة مع إحدى الخصائص المركزية للحداثة الكونية، الاعتقاد الواثق بأن جميع الظواهر الثقافية يجب أن تكون شفافة للفهم، وأن جميع النصوص يجب أن تكون قبل الترجمة إلى اللغة التي يتحدث بها أتباع الحداثة لبعضهم البعض. ولا ترى الحداثة أن التقليد هو المفتاح الذي يفتح الفهم الأخلاقي والسياسي، ولكن باعتباره تراكما لا لزوم له للآراء والتي تميل إلى الإضرار بالمنطق الأخلاقي والسياسي. هنا على الرغم من أن الحداثة ترفض التقاليد كطريقة للبحث الأخلاقي والسياسي، إلا أن ماكنتاير يرى أنها تحمل مع ذلك جميع خصائص التقاليد الأخلاقية والسياسية. ويحدد ماكنتاير المعايير الخاصة للتقاليد الليبرالية ويلخص وينتهي يلخص قصة التقليد الليبرالي، ويرى أن الليبرالية بدءا من نبذ التقاليد باسم المبادئ العامة المجردة للعقل حولت نفسها إلى قوة متجسدة سياسيا كان لعجزها عن طرح نقاشاتها حول طبيعة وسياق تلك المبادئ الكونية إلى نتيجة غير مقصودة. لتحويل الليبرالية إلى تقليد من منظور ماكنتاير ليس هناك من مسألة تقرير ما إذا كان يجب العمل ضمن تقليد أم لا. كل من يكافح مع الأسئلة العملية والأخلاقية والسياسية يفعل ذلك ببساطة. لا توجد أرضية ثابتة ولا مكان للتحقيق بصرف النظر عما يوفره تقليد معين أو غيره. يسمي ماكنتاير موقفه بعقلانية التقاليد، ويميز بين تحديين مرتبطين بموقفه، تحدي نسبي وتحدي المنظوري. يعترف هذان التحديان بأن أهداف التنوير لا يمكن تحقيقها، أو المعايير الوحيدة المتاحة للعقلانية هي تلك التي توفرها التقاليد وداخلها. استنتج أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعرف أنه صحيح أو خطأ. بالنسبة لمنظري ما بعد الحديث، هؤلاء إذا كانت مفاهيم التنوير عن الحقيقة والعقلانية لا يمكن أن تستمر، فإن النسبية أو المنظورية هي البديل الوحيد الممكن. النسبية نسبة إلى أينشتاين، والمنظورية وربما مرتبطة بنيتش. يرفض ماكنتاير كل من التحديين، أي التحدي النسبية نسبية أينشتاين والمنظورية بالمعنى النيتشوي، من خلال تطوير نظريته عن العقلانية التقليدية والتقاليد التأسيسية. ويتساءل كيف يمكن للمرء تسوية التحديات بين تقليدين. يعتمد ذلك على ما إذا كان أتباع أي منهما يأخذون تحديات التقليد الآخر على محمل الجد. يعتمد ذلك على ما إذا كان أتباع أي من التقليدين يرون فشل تقاليدهم الخاصة على أنها استعداد للنظر في إجابات يقدموها منافسه. ولا يوجد شيء في حساب ماكنتاير عن عقلانية التقاليد يشير إلى أن التقاليد المتفوقة ستهزم التقاليد الدنيا المهزومة، أو تقدم أي نظير للمبادئ المعرفية الأولى الحديثة أو التنويرية أو ديكارتية التي رفضها في نقده للتقليد الفردي الليبرالي الحديث. هنا بعد ذلك يؤكد ماكنتاير على دور التقليد من خلال سؤال عن كيفية تعامل شخص ليس له انتماء تقليدي مع الادعاءات، مع الإدعاءات المتضاربة للتقاليد المتنافسة. الإجابة الأولية هي سيعتمد ذلك على هويته وكيف يفهم نفسه. ليس هذا هو نوع الإجابة التي تعلمنا أن نتوقع أمر ما في الفلسفة.
قد ينضم مثل هذا الشخص من خلال عملية تفكير ما في التجربة والانخراط في ادعاء تقليد أو آخر إلى تقليد تبدو مطالبه ومعاييره مقنعة، لكن لا يوجد ضمان لذلك. استنتاج ماكنتاير هو أن الاستفسار يقع ضمن التقاليد، وهو أكثر من مجرد إعادة صياغة للتاريخ. قد جادل ماكنتاير في كتاب بعد الحقيقة بأن وجهة نظر أرسطو للفلسفة الأخلاقية كدراسة للفعل البشري يمكن أن تكون منطقية لفشل الفلسفة الأخلاقية الحديثة، في حين أن الفردية الليبرالية الحديثة لا تستطيع ذلك. قد اشتكى نقاد أرسطو وتوما الإكويني مع ذلك من أرسطو، يعني من وجهة نظر ماكنتاير الذي سعى لتأسيسه في النشاط الغائي بدلا من الميتافيزيقا الغائية، ظل مفتوحا لتحدي نسبي. هنا يقدم ماكنتاير يعني حجة في ما بعد الفضيلة بطريقتين. أولا، يركز ماكنتاير نقد الحديث على مسألة التبرير العقلاني، أن نظرية المعرفة الحديثة تقف أو تسقط على إمكانية وجود المبادئ المعرفية الأولى للديكارتية. ويكشف ماكنتاير التاريخ ماكنتاير عن فكرة المبدأ الأول كخيال، في الوقت نفسه يوضح أن البحث العقلاني يتقدم أو ينخفض فقط من خلال التقاليد. ثانيا، يستبدل ماكنتاير علم الغائية الاجتماعية عند ربما توما الإكويني بعلم الغائية الميتافيزيقية، ويبرر بشروط مقبولة ضمن تقليد توماوي، ويقر بأن أولئك الذين يجدون التوماوية غير منطقية سيجدون سببا بسيطا لقبولها. لقد ظل هذا الاستنتاج العام مقلقا لأتباع أرسطو، ولاسيما بالنسبة لأتباع التوماوية الجديدة الذين تحمل تقاليدهم المدرسية الجديدة ديونا للتقاليد الديكارتي. النقطة الثالثة هي يعني الإصدار الآخر لماكنتاير حول التحقيق الأخلاقي. قدم ماكنتاير نظرية عن العقلانية مرة أخرى في محاضرة جوفورد سنة 1988، والتي نشرت في شكل ثلاث إصدارات متنافسة من التحقيق الأخلاقي سنة 1990. الفكرة المركزية لمحاضرة جوفورد هي أن الفلاسفة يحرزون تقدما من خلال معالجة أوجه القصور في الروايات التقليدية حول العالم، وأوجه القصور التي تصبح مرئية إما من خلال فشل الروايات التقليدية في فهم التجربة، أو من خلال إدخال سرديات متناقضة تثبت استحالة ذلك. هذه الرؤية للتقدم بالفلسفة هي نفسها رؤية يمكن تطويرها حسب ماكنتاير، لكن العرض مختلف. في هذا الكتاب يقارن ماكنتاير بين ثلاث تقاليد متمثلة في ثلاث أعمال أدبية نشرت بالقرب من نهاية حياة آدام جوفورد. جوفورد عاش بين 1820 و 1887، ووصية اللورد جوفورد سوف تمول يعني التقليد، وتمثل التقليد الحديث المحاولة فهم العالم بموضوعية دون تأثير التقاليد. يجسد يعني جينيالوجيا الأخلاق لنيتش المنشور أو سنة 1887 تقليد ما بعد الحديث لتفسير جميع التقاليد على أنها فرض تعسفي للسلطة للهيمنة، وتمثل الرسالة العامة للبابا الثالث عشر أترني باتريس مثالا على منهج الاعتراف بأسلاف المرء ضمن تقليد الفرد الخاص بالبحث والعمل على تعزيز هذا التقليد أو تحسينه في السعي وراء الحقيقة الموضوعية. من بين النسخ الثلاث للتحقيق الأخلاقي، إذن أدام جوفورد ونيتش والرسالة للبابا الثالث عشر، يعني هذه النصوص الثلاث يعني النسخ الثلاث للتحقيق الأخلاقي تمثل وكأنها سعي وراء الحقيقة الموضوعية، وهي بحث يمكن معالجته من خلال التقاليد المتمثل من قبل التقليد الأرسطي والتوماوي. يفهم نفسه على أنه تقليد يتطلع إلى الوراء إلى أسلافه من أجل فهم الأسئلة الحالية والمضي قدما. هنا موسوعة نبدأ بموسوعة جوفورد
تهتم فقط بالحقائق الحالية وتترك مشاكل تاريخ الفكر للآخرين يدافع. أما يعني الجينالوجيا يعني عند نيتشه فتدافع عن التفسير التاريخي للماضي لتقويض ما يلزم لتكون هناك قناعات أخلاقية غير عقلانية في الوقت الحاضر، لإزالة هذه القناعات الأخلاقية غير العقلانية في الوقت الحاضر. يجادل ماكنتاير بأن الموسوعيين والجينالوجيين يخدعون أنفسهم في رفضهم لطريقة التقليد. تحجب الموسوعة دور التقليد من خلال تقديم أحدث الاستنتاجات والقناعات للتقاليد كما لو لم يكن لها تاريخ، وكأنها تمثل الاكتشاف النهائي لحقيقة غير قابلة للتغيير. بهذا المعنى تمثل الموسوعة يعني المنجز المعرفي التام. ويركز علماء الموسوعات على الحاضر ويتجاهلون الماضي، من ناحية أخرى يركز الجينيالوجيين على الماضي من أجل تقويض مزاعم الحاضر. يحتوي برنامج بحث نيتش على 3 استخدامات للتاريخ: تقليص التاريخ الأكاديمي إلى إسقاط اهتمامات المؤرخين المعاصرين، تبديد هوية المؤرخ في مجموعة من التأثيرات الثقافية الموروثة، تقويض فكرة التقدم نحو الحقيقة والعقل. باختصار ينكر يعني علم الجينيالوجيا غاية التحقيق البشري من خلال إنكار أن البحث التاريخي كان مثمرا وأن الشخص المستفسر لديه هوية حقيقية وهذا الاستفسار له هدف حقيقي. يجد ماكنتاير أن وضع الاستفسار هذا غير متماسك لتقديم مثال على عدم تناسق أسلوب البحث في الجينيالوجيا، ويلجأ إلى فوكو ويبدأ بوصف التناقض المعرض للذات. يجب أن هنا على أي شخص يحافظ على برنامج بحث وهذا الفهم لما بعد استخدامات التاريخ هو نفسه عرضة لتخريب مشروع فهم الذات. يجيد ماكنتاير ضد كل من استخدامات نيتش 3 للتاريخ بدلا من إنكار خصوبة الدراسة، كما يستشهد ماكنتاير بكتاب فوكو الكلمات والأشياء الذي المنشور مكتوب سنة 1966 والمنشور ربما بالإنجليزية سنة 1970 كمثال على طابع التخريب الذاتي للبحث عن الأنساب. ويختصر كتاب فوكو التاريخ إلى مجموعة من المخططات التصنيفية والتمثيلية المنظمة غير قابلة للقياس والتي ليس لها أي ادعاء أكبر للحقيقة. ومع ذلك فإن هذا الكتاب منظم في حد ذاته كمخطط للتصنيف والتمثيل. في ضوء رواية التاريخ يبدو من الصعب تبرير ادعاءات الكتاب بعقلانية. إذا كانت السرديات التاريخية مجرد اسقاطات لمصالح المؤرخين فمن الصعب أن نرى كيف يمكن أن ندعي هذه السردية التاريخية أنها صادقة. لا يمكن للتحقيق الأخلاقي في الأنساب أن يفهم ادعاءاته دون استثناء تلك الادعاءات من نقده العام لادعاءات مماثلة. يجب أن يستثنى البحث الأخلاقي للأنساب استثناءات مماثلة لمعالجاته لوحدة الموضوع المستفسر وغائية البحث الأخلاقي. ومن ثم يبدو أن الحالة من هي أن مفهوم الأنساب يتطلب معتقدات وولاءات من النوع الذي يمنعه موقف الأنساب. الجينيالوجيا خادعة للذات بقدر ما تتجاهل الطابع التقليدي والغائي لتحقيقه كمثال للتقليد، لكن هذا الاستخدام لا ينبغي أن يوحي بأن ماكنتاير يعرف التقليد مع توما الإكويني كاسم للتقاليد الغربية كما هو مذكور عليه. 4 تقاليد للبحث داخل عالم أوروبا الغربي واحدة تستخدم التوماوية. هنا ماكنتاير يرى أنه يطبق النمط التقليدي للبحث بطريقة واعية للذات، يعني ربما يعلم الطلاب التيماويين عمل البحث الفلسفي كمتدربين ولكي يحافظوا على مبادئ التقليد في عملهم لتوسيع فهمهم للتقاليد التوماوية التي يقفون عليها حتى عندما يظلون منفتحين على نقد تلك المبادئ. هنا يختلف التقليد عن كل من الموسوعة والجينيالوجية في الطريقة التي يفهمها بها مكان نظرياته في تاريخ البحث البشري. يجب أن يفهم الملتزم بالتقليد أن عقلانية الحرفة مبررة بتاريخها حتى الآن، وبالتالي فهي لا تنفصل عن التقليد الذي تم من خلاله تحقيقه. إن تبرير ادعاءات التقليد هو إعادة سرد الكيفية التي طور بها التقليد تلك الادعاءات وفهمها حتى الآن. إن إتقان تقليد ما هو أيضا مسألة معرفة كيفية الموضوع
قدما، وخاصة كيفية توجيه الآخرين نحو المضي قدما باستخدام ما يمكن تعلمه من التقليد الذي يوفره الماضي للتحرك نحو أهداف العمل الكامل تماما. ليس التقليد مجرد محافظ، لا يزال مفتوحا للتحسين. أن التقليد ليس إيما هو الذي يجسد كان هاملت، وليس إيما هو الذي يجسد النمط التقليدي للبحث. هنا أن تركيز ماكنتاير على زمنية العقلانية في البحث التقليدي يجعل التقليد غير متوافق مع المشاريع المعرفية للفلسفة الحديثة. هنا يستخدم ماكنتاير كتاب توماس الإكويني لتوضيح إمكانية ثورية للبحث التقليدي. تلقى توما التعليم في اللاهوت الأوغسطيني والفلسفة الأرسطية، ومن خلال هذا التعليم بدأ يرى ليس فقط التناقضات بين التقليدين، ولكن أيضا نقاط القوة والضعف التي كشف عنها كل تقليد في الآخر. ساعده تعليمه أيضا على اكتشاف مجموعة من الأمثلة والأسئلة والمشكلات التي يجب الإجابة عليها وحلها. اتخذ العديد من ردود توما الإكويني على هذه المخاوف شكل أسئلة متنازعة عليها، ومع ذلك بالنسبة لكل سؤال فإن الإجابة التي قدمها الإكويني كاستنتاج ليست أكثر بالنظر إلى منهج الإكويني، ولا يمكن إلا أن تكون أفضل إجابة تم التوصل إليها حتى ذلك الحين. ومن ثم اشتق عدم الاكتمال الجوهري للتوماوية. يعتبر توما الإكويني الذي ينظر إليه على أنه يمارس الأسلوب التقليدي للبحث أحد الممارسين المؤثرين داخل تقليد ما، وكتاباته مساهمات في هذا التقليد. بدلا من مجموعة من الاستنتاجات النهائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، تظهر استجابات ماكنتاير التوماوية للموسوعة والجينيالوجيا في الفصلين، ولا ينظر إلى التقليد على وجه الخصوص أو النمط التقليدي للبحث بشكل عام على أنه مغلق أو ثابت أو محافظ بشكل أساسي. إذن الكتاب يعني المهم الآخر الموالي لماكنتاير والذي أثار به ضجة عند الظهور هو الحيوانات العقلانية التابعة. هي محاضرة ماكنتاير لماذا يحتاج البشر إلى الفضاء. بدأت سنة ألقاها سنة 1999. وضعت نظرية العقل العقلانية موضع تنفيذ لفحص ظروف الفعل البشري والمجادلة بأن الفضاء ضرورية لممارسة العقل العملي المستقل. الكتاب عملي بلا هواد، حججه تتعلق فقط بالتجربة والأغراض ومنطق الاستدلال العملي. ولا يقدم ماكنتاير في هذا الكتاب تأكيدات ميتافيزيقية حول الروح البشرية أو الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان أو الحق الطبيعي، بل يعامل الفاعل البشري كحيوان. هوية الإنسان في المقام الأول الهوية الجسدية وبالتالي الحيوانية، ومن خلال الإشارة إلى تلك الهوية يتم تحديد استمرارية علاقتنا بالآخرين. يعني جزئيا مثل الحيوانات الذكية الأخرى يدخل البشر في الحياة ضعفاء وغير مدربين وغير مدركين، ويواجهون احتمالات الإصابة بالعجز والمرض وشيخوخة مثل الحيوانات الاجتماعية الأخرى. يزدهر البشر في مجموعات تتعلم كيفية تنظيم شأنها وشؤونها والعمل بفاعلية بمفردها وبالتوافق مع الآخرين من خلال التعليم المقدم داخل المجتمع. هنا يسمح موقف ماكنتاير بالنظر إلى عالم الحيواني إلى إيجاد مقارنات لدور العلاقات الاجتماعية في تكوين البعد الأخلاقي للبشر. يعني في الفصل الثامن من الكتاب يتحول ماكنتاير إلى دراسة التطور الأخلاقي للعمل البشري. تتمثل مهمة الطفل البشري في الانتقال من التمرين الطفولي للذكاء الحيواني إلى ممارسة التفكير العملي المستقل. لكي يقوم الطفل بهذا التحول يعيد توجيه وتحويل رغباته، وبالتالي توجيهها باستمرار نحو خيرات المراحل المختلفة من حياته. يتطلب تطوير العقل العملي المستقل في الفاعل البشري الفضائل الأخلاقية بثلاث طرق على الأقل، كما هو الحال. يعني أولا يقدم المعرفة الأخلاقية على أنها معرفة كيف وليست معرفة ذلك. معرفة القواعد الأخلاقية ليست كيفية للحياة الأخلاقية. الحكمة مطلوبة لتمكين الفاعل من تطبيق القواعد بشكل جيد، إن معرفة كيفية التصرف بذكاء يتضمن دائما أكثر من اتباع القواعد.
يمكن للشخص الحكيم أن يحكم على ما يجب فعله في حالة عدم وجود قاعدة، ويمكنه أيضا الحكم عندما يمكن تطبيق القواعد العامة على حالات خاصة. إن الازدهار كمفكر عملي مستقل يتطلب الفضاء بطريقة ثانية، وذلك ببساطة لأننا في بعض الأحيان نحتاج إلى أصدقائنا ليخبرونا من نحن حقا. يتطلب التفكير العملي المستقل أيضا معرفة الذات، لكن معرفة الذات مستحيلة دون مساهمة الآخرين الذين يوفرون حكمهم، ويكون حكمهم معيارا موثوقا به لاختبار معتقداتنا عن أنفسنا. لذلك تتطلب معرفة الذات الفضاء التي تمكن الفاعل من الحفاظ على العلاقات التكوينية وقبول انتقادات الأصدقاء الموثوق بها. يتطلب ازدهار الإنسان الفضاء بطريقة طرق ثلاث، من خلال إتاحة المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي. إنها تمكننا من حماية أنفسنا والآخرين من الإهمال والتعاطف المعيب والغباء والاكتساب والحقد. من خلال تمكيننا من تكوين علاقات اجتماعية والحفاظ عليها، من خلالها قد نعتني ببعضنا البعض في ضعفنا ومتابعة المنافع المشتركة مع ومن أجل الأعضاء الآخرين في مجتمعاتنا. ينتقل الكتاب، الكتاب المهم حيوانات، يعني حيوانات الأخلاقية، حيوانات العقلانية التابعة، يعني ينتقل إلى ربما ينتقل الكتاب من تقييم ماكنتاير للاحتياجات البشرية للفضاء إلى الآثار السياسية لذلك التقييم. المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تشكل وتمكن التفكير العملي المستقل يجب أن تنفي بثلاث شروط، أن تفي بثلاث شروط. يجب أولا عليها تمكين أعضائها من المشاركة في المداولات المشتركة حول أعمال المجتمعات. ثانيا يجب أن تضع معايير العدالة تتفق مع ممارسة فضيلة العدالة. ثالثا يجب أن تمكن القوى من الوقوف بالوكالة كمدافعين عن احتياجات الضعفاء والمعاقين. لا، هنا لا يمكن مطابقة المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي يوصي بها ماكنتاير مع الدولة القومية الحديثة أو الأسرة النووية الحديثة. الدول القومية الحديثة التي يصفها ماكنتاير بأنها شركات مرافق عملاقة، منظمات لتقديم الخدمات وليس السعي لتحقيق الصالح العام. الأسر الذرية صغيرة جدا بحيث لا تسمح بالاكتفاء الذاتي المطلوب للمجتمع السياسي الذي يسعى لتحقيق الصالح العام. الهيكل السياسي الأزمة لازدهار الإنسان محلية في جوهرها، يقول ماكنتاير إنه كذلك خطأ جماعي، محاولة غرس سياسة الدولة مع قيم وأساليب المشاركة في المجتمع المحلي. ومع ذلك فإن المجتمعات المحلية تدعم ازدهار الإنسان فقط عندما تدعم بنشاط فضاء للكرم العادل والمشاورات المشتركة. للعثور على أمثلة لأنواع المجتمعات المحلية التي تدعم ازدهار الإنسان، يقترح ماكنتاير إجراء تحقيقات يعني حول مجتمعات الصعيد في نيو إنجلاند، مجتمعات التعدين الويلزية، تعاونيات الزراعية في دو نيجال، مدن المايا في غواتيمالا والمكسيك، بالتواصل إلى استنتاج مفاده أن المعرفة والفهم الأخلاقيين يتطوران في الداخل ويتكونان جزئيا من العلاقات الاجتماعية داخل مجتمعات محلية معينة تتطلب من أعضائها الالتزام بالروايات والمعايير الأخلاقية لتلك المجتمعات. لا يجد ماكنتاير نفسه مضطرا للإجابة على يمكن تسميته مسألة الإقليمية الأخلاقية. إذا كان على المرء أن يبحث عن الحقيقة حول الأخلاق والعدالة، يبدو من الضروري إيجاد وجه نظر خارجية بإشكال كافي للمواقف والممارسات التقييمية التي يجب طرحها على السؤال. إذا كان من المستحيل على الفاعل اتخاذ مثل هذا الموقف الخارجي، إذا كانت التزامات الفاعل تمنع النقد الراديكالي لفضاء المجتمع، فهل يترك ذلك الفعل، هل نترك ذلك الفعل أسير التحيزات المشتركة؟ هنا في هذا في الفصل الأخير من هذا الكتاب
يجيد ماكنتاير بأنه من المستحيل العثور على وجه نظر خارجية، لأن البحث العقلاني هو عمل اجتماعي بالأساس. نظرا لأنه اجتماعي، فإن البحث العقلاني المشترك يتطلب التزاما أخلاقيا وممارسة للفضاء لمنع أعضاء المجتمع الأكثر رضا من إغلاق التفكير النقدي حول المعتقدات والمفاهيم السياسية الفعالة المشتركة. الالتزام الأخلاقي بهذه الفضاء والصالح العام ليس قيدا خارجيا عليه، ولكنه شرط لتحقيقها ونقدها. يقارن ماكنتاير هذا التفسير للبحث العقلاني الاجتماعي المتجذر في الالتزام الأخلاقي بمعايير المجتمع مقابل فكرة نيتش عن الاستقلال الاقتدار. في ضوء الحجة الكاملة يظهر الاستنتاج ماكنتاير بشكل أوضح بكثير من الملاحظات لماذا ويتساءل لماذا يقدم نموذج نيتش المثال للاستقلال الاقتدار نموذجا ضعيفا ودليلا مضللا لازدهار الإنسان. بعد ذلك يأتي كتابه الشهير مهام الفلسفة، وهو يعني هذا يعني نشره سنة 2006، وهو مجموعتين جديدتين من المقالات المختارة، يتضمن مجلدين لهم نقش فيهم الكثير من الأفكار التي لها قيمة. أولا المجلد الأول يتناول مهام الفلسفة، أهدافها وأساليب البحث الفلسفي، ويبدأ بتأكيدات وملاحظات وتساؤل حول مكان المقال كنقطة انطلاق لعمل ماكنتاير الناضج، ويستكشف يعني دور الثقافة في تجربتنا للعالم ومشكلة النسبية وخطأ تجاهل دور التاريخ والحرية الشخصية في تنمية الشخصية الفردية ووحدة الإنسان كعقل متجسد وفشل الثقافة الأخلاقية الحديثة. الجزء الثاني من كتابه مهام في الفلسفة هنا يطرح مسألة نهايات الاستقصاء الفلسفي ويناقش السعي وراء الحقيقة ونهايات الحياة وغايات الكتاب الفلسفي، وعامل الفلسفة على أنها نتاج مهني للعمل الطبيعي للأشخاص العاديين الذين يعانون من الأسئلة العادية حول ما يعنيه العيش بشكل جيد، أو كيف تكون القوانين سلطة، أو ما إذا كان الموت له معنى. ويتناول أدب الفلسفة أسئلة مثل هذه، ولكن إذا كانت الفلسفة يمكن أن تكون مثمرة لقارئها، يعتمد على ما إذا كان الفلاسفة يشاركون أيضا في هذه الأسئلة، أو يضعون الأسئلة جانبا للتركيز على أدب الفلسفة بدلا من ذلك. ينسب ماكنتاير الفضل إلى جون ستيوارت ميل وتوماس الأكويني على أنهما في فيلسوفين من النوع الذي يرسلنا من خلال كتاباته إلى ما وراء الفلسفة في مواجهة فورية مع غايات الحياة. هنا لذلك يحدد ماكنتاير ثلاث خصائص للكتاب الفلسفي. أولا يعني الانخراط في أسئلة حول غاية الحياة باعتبارها تشكيكا في البشر وليس مجرد فلسفة. ثانيا الحديث والكتابة على المساهمة في محادثة فلسفية مستمرة. ثالثا من المهم أن تكون غاية المحادثة خير المشاركين فيها حقيقة، وأن طبيعة الحقيقة والخير والتبرير العقلاني والمعنى يجب أن يكون بالتالي موضوعا مركزيا في تلك المحادثة. بدون هذه الخصائص الثلاث يتم اختزال الفلسفة إلى ممارسة مجموعة من المهارات التحليلية والجدلية. ثانيا قد تصبح الفلسفة بالتالي انحرافا عن طرح الأسئلة حول غاية الحياة بأي جدية. ثالثا قد تؤدي استفسارات الفلاسفة المهنية الجادة في كتابات الفلاسفة الآخرين فيما يتعلق بإجابات الأسئلة حول غاية الحياة البشرية إلى صرف انتباههم تماما عن نفس الأسئلة في حياتهم. يوضح ماكنتاير هذه المشكلة من خلال مراجعة ردود فرانس روزن رويج وجورج لوكاتش على تراجع المذهب الكانتي الجديد في ألمانيا في أوائل القرن العشرين. قد تخلى كل من لوكاتش وروزنزفيك عن الأرثوذكسية الفلسفية التي تعلمه. في كلتا الحالتين كان تخليهما عن الكانتي الجديد إيديولوجي بمثابة بداية سعيهما لتحقيق الغايات الحقيقية للفلسفة. أدى سعي روزون رويج إلى تحقيق الغايات الحقيقية للفلسفة إلى حوار دون تنظير، في حين انهار عمل لوكاتش إلى تنظير دون حوار، خاصة في علاقة بالستالينية. لم يحرز روزون رويج ولا لوكاتش تقدما فلسفيا، لأن كلاهما فشل في ربط أسئلتهما حول غايات الحياة بغايات كتاباتهما الفلسفية.
لتجنب أخطاء روزن ويج ولوكاتش، ينصح ماكنتاير قراءه بالبقاء مرتبطين بالأسئلة التي تحاول الفلسفة الإجابة عنها، حتى لا تنفصل معتقداتهما حول غاية الحياة عن الأسئلة التي تجيب عليها. إن اعتراف ماكنتاير بالعلاقة بين سعي المؤلف لأهداف الحياة وعمل المؤلف نفسه ككاتب فلسفي يدفعه إلى إنهاء المقال من خلال المطالبة بثلاث أشياء من المؤرخين وكتاب السيرة الفلسفية. أولا، يجب أن يحدد أي تاريخ فلسفي مناسب أو سيرة ذاتية. ما إذا كان المؤلفين الذين تم دراستهم يظلون منخرطين في الأسئلة التي تدرسها الفلسفة، أو يضعون الأسئلة جانبا لصالح الإجابات. ثانيا، يجب أن يحدد أي تاريخ أو سيرة فلسفية مناسبة. ما إذا كان المؤلفين الذين تم دراستهم قد عزلوا أنفسهم عن الاتصال بآراء العالم المتضاربة، أو ظلوا منفتحين على التعلم من كل منهج فلسفي متاح. ثالثا، يجب أن يضع أي تاريخ فلسفي مناسب، أي سيرة ذاتية للمؤلفين الذين تم دراستهم في سياق أوسع يظهر التقاليد التي أتوا منها ومشاريعهم التي يقومون بتنفيذها. هكذا تكون الفلسفة ليست مجرد دراسة، إنها ممارسة. يتطلب التمييز في هذه الممارسة أن يقوم المؤلف بإدخال نضالاته أو نضالاته مع أسئلة غايات الفلسفة إلى حوار مع النصوص والمؤلفين التاريخية والمعاصر على أمل إحراز تقدم في الإجابة على هذه الأسئلة. تؤكد المقالات الثلاث التي أقدمها ماكنتاير في نهاية غاية الحياة وغايات الكتابة الفلسفية، وتتناول هذه المقالات عمل الفلسفة من منظور التوماوية، منظور النزعة التوماوية التي تم تصويرها هنا بطريقة كاريكاتورية من قبل مروجيه في القرن العشرين، من خلال الكتب المدرسية الناقصة والمشاريع الإيديولوجية المضلة وإساءة استخدامها السياسي الكنسي، وفي طريقة أخرى من قبل منتقديها باعتبارها ارتباطا جادا بنظرة كونية قديمة تم تهميشها بشكل متزايد منذ الستينات. هنا تتحدى مقالات ماكنتاير، وكأنه يعيد لتوما الإكويني يعيد له بريقة ويخلصه من الصعوبات التي تعاني منها. بعد ذلك تأتي مساهمات ماكنتاير في الأخلاق والسياسة، وهي مقالات تنقسم الأخلاق والسياسة إلى ثلاث أجزاء: تعلم من أرسطو والإكويني، والأخلاق وسياسة الأخلاق، وتقارن البقية تناقض فلسفة أرسطو مع بعض التفسيرات النهضة والحداثة لها، وتدرس السياق السياسي لعمل توما الإكويني في الحق الطبيعي، وتدافع عن نظرية الحق الطبيعي لتوما الإكويني من خلال نقد نظرية المعرفة الأخلاقية، وتبحث في المشكلات الواضحة للمعضلات الأخلاقية وصعوبات الحقيقة في تحديد ما إذا كان من المعقول الخداع أو الكذب، ومتى يكون أكثر منطقي الخداع أو الكذب بدلا من قول الحقيقة، وتتناول البقية طرق التي يمكن من خلالها التحقيق العقلاني في أن يوجه الأخلاق الحياة الاجتماعية. هنا هناك بقية المواضيع أهمية خاصة في تطوير فكر ماكنتاير حول ثلاث وجهات نظر حول الماركسية، وبعد ذلك دراسة الظروف الاقتصادية والسياسية، وهنا من أجل رسم خريطة اتساق لمواقفه المتطورة عبر قرابة 40 عام، والبنية الاجتماعية والتهديدات للفعل الأخلاقي تتوسع، وحول موضوع التقسيم الذي يقترحه ماكنتاير يدرس تجزئة حياة الفرد وما يهدد ذلك قدرته على الفعل البشري وعلى قدرته على التعرف على ما هو جيد وأفضل له، والحكم على العالم الذي يعيش فيه وإتمام أفعاله كعضو في مجتمع أكبر. يعتبر ماكنتاير أن الكلمة الألمانية شخص ما المراقب القطار الذي يعلم كمعيار لدوره الاجتماعي ألا يهتم بما تحمله القطارات الأخرى. حتى أثناء الحرب، الوقت الذي حمل فيه الذخائر هو أن يتعلم أن يقوم بدوره على أحسن وجه.
هنا، وأن يتفق مع مجموعة واحدة من المعايير والعيش في أجزاء أخرى من حياته وفقا لمعايير أخرى يجب، وبحيث يمكن لهذا المشارك الملتزم في الحل النهائي أن يجادل، لا يمكن تحميل الفشل له. ماكنتاير لا يقبل، يعني لا يقبل الحجج النسبية، لا علاقة للفشل الأخلاقي بالطاعة الضميرية للمعايير الثقافية، إنه نابع من فشله في الوقوف كعامل أخلاقي. يسرد ماكنتاير 3 خصائص لفهم الذات للفعل الأخلاقي. لكي تكون فعلا أخلاقيا يجب على المرء أن يفهم الهوية الفردية على أنها تتجاوز جميع الأدوار التي يشغلها المرء. ثانيا، يجب على المرء أن يرى نفسه كفرد عقلاني عملي يمكنه الحكم على المعايير الاجتماعية الظالمة ورفضها. ثالثا، يجب أن يفهم المرء نفسه على أنه مسؤول أمام الآخرين فيما يتعلق بالفضائل الإنسانية، وليس فقط فيما يتعلق بأداء الأدوار. ربما يكون الشخص مذنب ليس لأنه شارك في عن علم في حل النهائي، بل يسمح ماكنتاير بأن الشخص لم يكن يعرف شيئا عن الحل النهائي، وأن إدعاءات البراءة كان صادقا. الشخص مذنب لأنه قبل برضا عن النفس البناء الاجتماعي التي كان يجب أن يشكك فيها، البناء التي قوضت فعله الأخلاقي. هنا يوضح ماكنتاير أن أخلاقيات الفاعل البشري ليست مجرد سرد وصفي حول طريقة التربية الأخلاقية، إنه حساب معياري محمل بمتطلبات الفاعلية الأخلاقية. هنا ننتهي إلى يعني خاتمة حول فلسفة ماكنتاير، ربما الموضوعات الرئيسية لفلسفته. ما ينبثق من عمل ماكنتاير هو أخلاقيات الفاعل البشري على النقيض من الأخلاق المعيارية والأخلاق الحديث. تم العثور يعني على الأخلاق والسياسة من أرسطو، وكان من المفترض أن توفر النظريات المعرفية للفلسفة الأخلاقية الحديثة تبريرا عقلانيا للقواعد والسياسات والقرارات العملية وفقا لمعايير كونية مجردة. لكن ماكنتاير رفض هذه النظريات ليس فقط في مجال الخيرات الباطنية، ولكن في كل يعني حياته المهنية، كل الخيرات الخارجية التي يبحث عنها الإنسان. هنا من المفترض أن تمكن الميتا أخلاق الحديثة ممارسيها من الابتعاد عن المطالب المتضاربة للتقاليد الأخلاقية المتنافسة، والحكم على تلك الصراعات من موقف محايد. ولكن ماكنتاير رفض هذا المشروع أيضا، وسعى في كتاباته الأخلاقية إلى فهم كيفية تحرير الفعل البشري من العمي والغباء، وإعداده للتعرف على ما هو جيد وأفضل فيما يمكن فعله في الظروف الملموسة لحياته، وتقويته لمتابعة هذا الحكم. هنا وبعد بحثه الأخلاقي المعمق ينتقل إلى في كتابته السياسية إلى دور المجتمعات في تكوين فاعلين عقلانيين، ويمنح دور لتأثير المؤسسات السياسية على حياة الأفراد والمجتمعات. هذا النوع من السياسة يسميه بشكل مناسب الأخلاقيات الفاعل البشري. يصنف ماكنتاير أحيانا على أنه عالم أخلاقي حول الفضيلة، ويعد كتابة بعد الفضيلة ضمن النصوص الأساسية في أخلاقيات الفضيلة. لكن هذه التسمية قد تكون مضللة. تطورت أخلاقيات الفضيلة كبديل لنظريات الأخلاق الحديث. كان الغرض من الفلسفة الأخلاقية الحديثة لمؤلفين مثل كانت وستوارت ميل هو تحديد أنواع السلوك الذي يجب أداءه بشكل عقلاني وكوني، ليس من حيث رغبة الفعل أو أهدافه، ولكن من حيث الواجبات العامة والعقلانية. يزعم أن هذه النظريات تجعل الفاعلين يعرفون ما يجب عليهم فعله من خلال توفير المعرفة بالواجبات والالتزامات، وبالتالي يمكن وصفها كنظريات المعرفة الأخلاقية. تقترح أخلاقيات الفضيلة المعاصرة بديلا للنظرية الأخلاقية الحديثة، لكنها تعتبر أيضا أن الغرض من الأخلاق هو توفير نظرية المعرفة الأخلاقية. تهدف أخلاقيات الفضيلة إلى السماح للفاعلين بمعرفة الصفات التي يجب أن يمتلكها البشر والأسباب التي يجب أن يعني يحوزون عليها، ليس من حيث ملائمتها للفعل البشري، لكن بنفس المصطلحات الكونية غير المهتمة وغير الغائية التي يجب أن يمتلكها الإنسان. هنا يدرس مشروع ماكنتاير الأخلاق الفضائل، لكن ليس فرعا من نظرة المعرفة الأخلاقية.
بالنسبة إلى ماكنتاير تظل المعرفة الأخلاقية معرفة كيف بدلا من معرفة ماذا. يسعى ماكنتاير إلى تحديد الامتيازات الأخلاقية والفكرية التي تجعل البشر أكثر فاعلية في سعينا وراء الخير البشري. وهدفه هدف ماكنتاير في أخلاقياته عن الفاعل البشري هو التفكير فيما يعنيه السعي وراء الخير وما يتطلبه الأمر لمتابعة الخير وما هو نوع الشخص الذي يجب أن يصبح عليه المرء إذا أراد السعي وراء هذا الخير بشكل فعال كفاعل بشري. كفلسفة للفعل البشري ينتمي عمل ماكنتاير إلى تقاليد أرسطو ثم الإكويني الغائية والميتافيزيقية. منذ بداية حياته المهنية اتبع ماكنتاير تفكير العمل الغائي بدلا من التفكير الأخلاقي النفعي. ومشروعه المقترح في ملاحظات من الحياة البرية الأخلاقية هو مشروع غائي الحرية والثورة، ولا يستطيع الطب الاستغناء عن منظور اللاهوتي للطبيعة البشرية، هي بالمثل غائية. كما انتقد كتابه بعد الفضيلة الإرادوية المسيحية ونظرية الأمر الإلهي لأنها رفضت التفكير العمل الغائي واعتمدت نموذجا تعسفيا قانونيا للتفكير الأخلاقي. وانتقدت أيضا انتقد في كتابه ما بعد الفضيلة الحديثة لعلمان التفكير الأخلاقي التعسفي والقانون الإرادي المسيحي. الغرض من يعني مشروع ماكنتاير هو إيجاد غائية اجتماعية تم اكتشافها من خلال التفكير في التجربة. يبدو أن الغائية الاجتماعية لها ميزتين: أولا إحباط مجموعة من الاعتراضات على ماكنتاير كان متورطا في مشروع تعسفي لإعطاء إعادة قطعة قماش كاملة إلى نظرة أرسطو للعالم، بما في ذلك وجهة نظري حول يعني تبرير العبودية وخداع النساء. ثانيا تماشيا مع رؤية أطروحة ماركس الثالثة حول فيورباخ التي حافظت على الحالة المشتركة للمناظرين والناس كأقران في السعي وراء الحياة الجيدة. هنا ربما ينتهي عمل ماكنتاير بمحاولة الربط بين الإتقاء والسياسة. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أنكم قد استفدتم من هذه المحاضرة المطولة. إلى اللقاء في محاضرة فلسفية قادمة إن شاء الله.